السلام عليكم عزيزاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم بانكيك بالدقيق القمح الكامل، كيجي صحي وخفيف ولذيذ بزاف وكيبغيه الوليدات الصغار بزاف. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير اللي غنحتاج، عندي هنا 250 غرام ديال الدقيق الكامل، هانتوما كما كتشوفوا بالنخالة ديالو، 250 غرام لا يعادل 2 كيسان ونص ديال العلبة. وعندي هنا 2 فاني وخمارة وحدة من وزن 7 غرام، وهنا عندي 50 غرام ديال السكر سنيدة ما يعادل 3 ديال المعالق كبار، وقبصة ديال الملح، كاس ونص ديال الحليب، 3 ديال البيضات، وهنا عندي تقريبا 5 ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون. كناخذ هذا الاناء، كنضيف 3 ديال البيضات، غادي نزيد لهم سكر سنيدة وديك القبيصة ديال الملح، وغادي نخلط مزيان. من بعد غنضيف الحليب، كاس ونص ديال الحليب. هاد لي بانكيك كيجيو رائعين بصراحه، لذاذ بزاف، حتى الاطفال كيبغوهم بزاف في الفطور ولا حتى في الغدي، وخصوصا انهم بالدقيق الكامل ما فيهمش الفرص. وغادي نضيف الزيت، نستمر. وغادي نضيف الفاني، تقدروا ديروا الفاني ولا لو زيست ديال الليمون ولا الحامض اللي عندكم. غندير 2 ساشي ديال الفاني باش يعطيوني ديك النكهه ديال الفاني اللي زوينه. ومن بعد غادي نضيف الدقيق تدريجيا، نبدا نخلط، نخلط مزيان غير بهاد الطراب اليدوي. وغادي نضيف الخمارة ديال الحلوى او البيكينغ باودر، ونزيد الدقيق، نعاود نخلط. هانتوما كما كتشوفوا، ها هو الخليط ديالي. من بعد ما خلطتو مزيان كما كتشوفوا ما بقاوش كيبانوا لا حبيبات ديال الدقيق لا حاجه، يعني كلشي تجانس مزيان. دابا غادي نغطي هذا الاناء هذا بالبلاستيك الغذائي، وغادي نخليه حتى يخمر واحد المده ديال ساعه د المكانه تقريبا. منين يخمر عاد نكملوا الطياب ديالو. ها هو الخليط ديالي، من بعد ما خمر غادي نحيد له البلاستيك الغذائي. تقريبا دابا دازت واحد الساعه ديال المكانه، نتوما كما كتشوفوا الخليط كيجي لهذا الشكل هذا، بغيت نحركو، كيجي ثقيل شويه. كيجي لهذا القوام بحال هكا. دابا غادي ندير مقلاة على النار حتى كتسخن. المقلاة اللي كنطيبو فيها بغرير، تكون ديال الطيفال ولا الخاصه بالبغرير، هي اللي غادي نطيب فيها هاد البانكيك. كناخذ هاد المقله هذه اللي كنطيب فيها البغرير. غادي نضيف دابا هاد الخليط، صافي. وكندير العافيه مهيله، كنخليه حتى كطيب وعاد كنقلبها للجهه الاخرى. هانتوما كما كتشوفوا كيبدا يشكل تقابي بحال هكا، بحال بغرير. هانتوما كما كتشوفوا كنخليها طيب على خاطرها حتى كتشد راسها شويه، عاد غنقلبها. دابا مازال شويه، من بعد ما شدات راسها قلبتها كما كتشوفوا، كنخلي يعني خص اللون ديالها يكون على هذا الشكل هذا، كيجي رائع كما كتشوفوا. صافي كنخليها حتى كطيب من الجهه الاخرى وكتحمر شويه، وعاد كنحيدها.
من بعد صافي كنزولها كتكون على هذا الشكل هذا، يعني محمره كتعطي هذا اللون هذا سخونه شويه نوريكم صافي. وكنعاود ندير نفس الطريقه نزيد معكم وحده اخرى الا بغيتو. غادي نضيف ثاني الخبزه الثانيه غير بشويه. انا درت هنا مقله صغيره، بغيت نديرهم حجم صغير كما كتشوفوا، يعني كيصلحوا حتى الوليدات الصغار يديهم معاهم للكوتي الفطور في الصباح الا ما بغاوش يفطروا يديهم معاهم وحده ليكول، كيجيو زوينين وكيعجبوا الوليدات الصغار بزاف. صافي كنخليها دابا ديما كنخليوها على افيه مهيله، كنخليوها غير حتى كتجمع راسها شويه، وكنعاودوا نقلبوها للجهه الثانيه باش تحمر. صافي كنقلبوها غير مره واحده. هانتوما كما كتشوفوا معايا دابا منين شدات راسها شويه، دابا غادي نقلبها غير بشويه باش تشد ليه مزيان، وكنقلبها بهذا الشكل. صافي هي من بعد ما تحمرات من الجهه الاخرى كنزولها. هذا هو الشكل النهائي ديال البانكيك من بعد ما طاب، كيجي رائع جدا وبهذا اللون هذا اللي عاطي العين، وكنقدروا نقدموه مع الكونفيتور ولا مع الشوكولات، كيجي زوين وخفيف وحتى الوليدات الصغار كيبغيو. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتجربوها، وهذه الوصفه ناجحه 100%، طبقوا غير المقادير اللي عطيتكم والطريقه وان شاء الله غادي تصدق لكم زوينه. وكنشكركم بزاف مره اخرى، وما تبخلوش عليا بالجيم ديالكم وبتعليقاتكم، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك في القناه بالضغط على المربع الاحمر اسفل الفيديو على الجرس باش يتوصل بالجديد ان شاء الله. وكنشكركم مره اخرى والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.